إذا السلام عليكم، مرحبا بكم على قناة نور تك على الفيسبوك وكذا اليوتيوب. اليوم الريح راه عامل حالة. اليوم برك جوست الفيديو هذا حابين نديرو يعني نوعا ما من أجل خلق روح من الحماسة وكذا خلق روح من كيما نقولو كونكيرونس، من يعني الكونكيرونس بيني يعني كوكالة دعم طالبي الفيزا يعني فقط لا أكثر ولا أقل. من بيع لي بي، من شري لي بي، من بيع لي تيلكس، من بيع من كيدير لي ريزرفاسيون طيل ما والو، خاطر لي انا تقتصر على مساعدة طالبي الفيزا في تقديم طبعا اي خدمة يحتاجوها هما من ريزرفاسيون اوتيل مؤقتة من اجل طلب بالفيزا، تيلكس دافيون، فورمولار، اي سي بي سي. واكثر حاجة اللي اليوم فيها نوع من التحدي اللي هي لي رونديفو دو دوموند دو فيزا، لانه جاوني بزاف ناس يعني قالوا لي بلي وين نروحوا لاجونس ولا البيرو ولا جو سي با او، يقولوا لنا بلي لي رونديفو دو دوموند فيزا راهم ما كانش، سيرتو بريمير دوموند. شوفوا خاوتي، نطرق الموضوع قليل صغير يعني اللي ياخذ من وقتي 30 والا 40 ثانية، ما نعاودوش لاني درت عليه لايف من قبل. فرنسا راها عادي ما تمدش كما كانت بكري، حاجه ما تبدلت. فضت هذه الحكايه، اللي يقول لكم حكايه اخرى قول له جيب لي المصدر، يعني اروح كونتاكتي القنصليه قول لهم انتم ما راكمش قاعدين تمدوا بالعاني لي زالجيريان، شوف لا ريبونس تاع القنصليه. يعني هذا يعني ما نقدر نقول لك يا صديقي العزيز، انت سواء وكاله يعني سواء شخص عادي طبيعي، نقول لك الكلام هذا. اذا كنت وكاله يعني عذر اقبح من ذنب، لانكم وكاله سياحيه راكم مؤهلين يعني انكم ديروا تجريوا وتكونتاكتيو باش تجيبوا المعلومه باش لو كليون تاعكم يكون توجور ساتيسفي. اليوم راح نقول لكم حاجه، بركة بلي لي رونديفو دو دوموند دو فيزا راهم متوفرين على مستوى مركز ولايه عنابه لطلب فيزا اول، رونوفلومون فيزا سامبل، رونوفلومون فيزا سيركيلاسيون، طلب فيزا يعني ريغروبمون فاميليال والا ايتود والا ستاج والا فورماسيون، راهم كلهم والله العلي العظيم وكلهم متوفرين. بارطاجيو الفيديو هذا، راهم كلهم متوفرين ويعني بدون عناء بسيرفيس جديد. السيرفيس هذايا اقترحته تي اس كونتاكت، القنصليه الفرنسيه في ولايه عنابه يعني وافقت على القانون هذايا والا لو سيرفيس هذا، دونك انتم ما تاعم على بالكمش. اليوم انا قبل كنت نخدم بلا ميثود تاع لو ميكس ماركتينغ لالينيومون، ما رانيش نقرا في السياحه بوريان دي تو، راني نقرا فيها من اجل تطبيق يعني قوانين نحفظها. وربي يحفظ لي بروفيسور تاعي سوتو مدام دراجي اللي نحبها كيما يما يعني العزيزه. لا علينا، دونك كنت نطبق في لالينيومون، حبيت نكون الينيي. لي زاجونس دو فواياج كي فهموها البوليتيك دو بري تاعي في دي 4 بي دو ماركتينغ لو ميكس، يعني كنت نطبق معاكم في لالينيومون من اجل تفادي اي حرب يعني والى اي نزاع. اليوم قررت اني نخرج من لالينيومون وندخل لكريماج. لكريماج وشنو هو؟ هو تقديم خدمه يعني كيما ابل، سيرفيس ابل، باش تشري انت ماك بوك والا باش تشري انت ان ايفون غاليه بزاف. علاه؟ لانه الشركه اصلا هي اللي مغليه في الاسعار. طلب فيزا اول مره كيما قلت لكم اللي ما عندوش فيزا راه كاين سيرفيس اسيستي كومبلي. واش معناها؟ معناها كاين كاين 3 باك. واش هما لي باك؟ تسمعوهم بزاف في لي زاجونس باسكو يحبوا يعندوا عليا، لكن انا شرف ليا اني نكون قدوه يعني لي زاجونس دو فواياج. دونك كاين 2 باك عندنا حنايا ولا 3 باك اللي تقدروا تتصلوا ب 07 70 42 48 20 07 70 42 20 اللي كاين فيه الصفحه يعني، ودخلوا المعلومات الصفحه تلقاو رقم هز عليكم اسامه. نحكموا جست على مستوى مركز عنابه مؤقتا، يعني راني قادر نعممها الجزائر العاصمه، قادر نعممها الوهران، لكن لا ما نعممهاش. انا حنطبق لي كريماج جست على مستوى ولايه عنابه فقط. يعني رونديفو راهم متوفرين على كل الانواع، سيرفيس راه متوفر، خدمة مساعدة 7 أيام على 7 أيام لطالبي الفيزا إذا احتجت ورقة معلومة حاجة ما تعرفهاش، فورميلار تاعك تلقاه واجد معمر، استقبال رائع من طرف تي اس كونتاكت، كل هذا راه متوفر. لكن السعر راح يكون نوعا ما أغلى من لي زاجونس الآخرين. السعر كاين 3 باك، باك يعمل 500,000، باك يعمل 800,000، وباك يعمل مليون. هذا راني درته علنا سبيسيال لي زاجونس دو فواياج اللي راكم سوا ديزون تقولوا رانا دي زاجونس دو فواياج، الوغ بروفي فو راكم دي بي تي اس اون توريزم
كاين كاين دي زاجونس دي فواياج ما نقدرش نعطي اسامي تاعهم، لكن راكم مستوى راقي مستوى عالي، وصلتوا لمرتبه اكثر مني انا في السياحه، يعني مازالني صغير انا وراني نوفي خدمات. يعني الهدف الوحيد من تلك الخدمات هو انه دوموندور دو فيزا طالب الفيزا يكون مرتاح وتكون كلش سهل ليه، لانه جزائري ماشي عيب انك ما تعرفش، لكن عيب انك تقول اني ما نعرفش. 0770 لا علينا، رقم الهاتف فيتك نحطه انايا في ان كومونتير، لا علينا نحطه انا في ان كومونتير، هكذا تلقاوها انتم او بلي رابيد. سمحوا لي قلبت لا كاميرا، دوك ندير لكم رقم الهاتف النقال تاع لاسيستون تاعي اسامه، هو يحكم لكم لي رونديفو، اني نقرا انا ونخدم في نفس الوقت على غالب. دراستي يعني وعملي هما امران مهمان جدا بالنسبه الي، دونك هاني حطها في كومونتير. الكومونتير دوك نعلقوه الاول هكذا تلقاوه. ما تنساوش ثاني بلي كاين موقع انترنت تاعي انا رحمه الله، لا حطيت كومونتير تاعي بربي والله ما لقيتو، لا علينا راني حطها في كومونتير يا ربي تلقاوه، ليميل والنيميرو التليفون. دونك لي باك تاعنا راهم متوفرين على مستوى الاسبوع، عيط في التليفون ريزيرفي بلاصتك اذا كنت انت تابع مركز ولايه عنابه. لي رونديفو واحد ما يخرط عليك يقول لك ما كانش، تحل كالندري وتبقى تستنى حتى يفتحوا. هذيك راهي ميثود قديمه، تقدموا تطوروا، يعني انتم راكم في مستوى يسمح لكم انكم تستخدموا تقنيات جديده، واليوم راكم متولهين وقاعدين تكريتيكيو في كليك ان جو وفلاين بادز ولي زابليكاسيون الاخرين البلاتفورم هذوك، في العاود تشكروهم تعطيهم تحيه لانهم داروا حاجه، قدموا سيرفيس اللي يسهل عليكم انتوما البي تو بي ويسهل على البي تو سي تو بي، معناها يسهل على الزبون. دونك لي زاجونس دو فواياج معاكم مورا تاك، اليوم نقول لكم راني ندير نطبق في لا ميثود ديكريماج. لي رونديفو راهم متوفرين على مدار الساعه، فقط اتصل، الطريقه مختلفه، لكن حط في بالك حاجه باللي بصوار داك تقدر تفرز كل شيء. كان معاكم مورا تاك، نقول لكم تهلاو فيكم خاوتي، بارتاج وماكسيموم الفيديو هذا، لانه الفيديو هذا راه مبني على حقائق، مبني على دراسات اللي قدموها لي دي غران بروفيسور في البلاصه اللي راني نقرا فيها، اللي نفتخر اني راني ايتيديون في البلاصه هذيك. تهلاو فيكم مره اخرى، والله راني تعبان، وخليوها ربي، عاد نخدم خميس جمعه سبت ونقرا حد اثنين ثلاث ربعه، ونخدم جمعه خميس جمعه سبت وهي ماشيه. دونك الخميس جمعه والسبت راني خدام، ثلاث لحد اثنين ثلاث لاربعة راني نقرا. عيطوا باك الاسامه لو عنده ليستا كومبليت فارغه، احكموا لي رونديفو معايا ارواحوا، جيبوا لو باسبور تاعكم معاكم طبعا الاصلي، لاني ما نقبلش نسخه نديروها عندنا حنايا لتفادي اي مشاكل قانونيه. ثالث حاجة، ثاني حاجة تصلوا أسامة يفهمكم في الباك الفروقات اللي كان بين كل باك 500 باك 800 وباك مليون، لكن حاجة اللي نوفرها لكم أنا ما توفرها لكمش أي أجنز أخرى بتحدي، هي خدمة الدعم 7 أيام، على 7 أيام دو نيميرو تليفون من تعيطوا نرفدوا عليكم فيهم، اذا كنتوا طبعا دي كليون تاعنا ماركين اونجستري في الجيستيون في التابلو دو بور تاع لاجونس داسيستونس تاعي. دونك مرحبا بكم كاع، ما تروحوا لحتى بلاصه من الاخر لانهم قاعدين يخرطوا عليكم على غالب، يقول لكم من تروحوا ما كانش، من تروحوا ما كانش، جاوني بزاف، وصلت لدرجه اني سي بون لالينيومون ديساكتيفي ليكريماج اكتيفي، ان شاء الله ادعي لي ربي يوفقني. تهلاو في رحم خالتي، دمتم في امان الله وحفظه، والى اللقاء. طبعا هدفي يبقى تطوير السياحه في الجزائر، وخصوصا مساعده الجزائري الذي من حقه انه يجهل طريقه طلب الفيزا، لذلك يلتجا الى ديزاجونس دو فواياج، يلتجا الى دي بيرو اللي يقولوا له ما كانش، يحكم عليه سوار دو بارفوم يدير واحد شيء. باي.